كما تنضم إلينا من استديوهاتنا في جدة عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية الدكتورة نوف الغامدي. حياك الله دكتورة نوف، صباح الخير، شكرا لوجودك معنا في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. المرأة حظيت الفترة الماضية بقيادة الملك حفظه الله وسمو ولي العهد بالعديد من الإنجازات والتمكين على كافة الأصعدة الاقتصادية وأيضا كذلك العملية. الحراك الاقتصادي اللي تم الفترة الماضية ودور المرأة فيه، قراءتك بالنسبة لهذا الحراك؟ طيب بداية حقيقة دائما يوم البيعة بيكون يوم ملهم لكافة أطياف المجتمع، يمكن العام هذا كمان يمكن مختلف لأنه حقيقة المملكة خلال الخمس سنوات الماضية حققت إنجازات كبيرة غير مسبوقة. يعني نقدر نقول أنه عهد الملك سلمان يعتبر في عهد النهضة الحديثة حقبة مميزة جدا بالنسبة على كل المستويات حقيقة، سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى على مستوى إعادة إنتاج الوعي الثقافي وهندسة المجتمع بشكل كامل. المرأة حقيقة كانت خلال الخمس سنوات ويمكن هذه من أول يوم تولى في الملك سلمان زمام القيادة، حقيقة أعطاها دورها بشكل كبير ومكنها وأصبحت اليوم الشريك الأساسي ومحور التغيير اللي بتقوم به المملكة. اليوم المرأة ما أصبحت فقط بتتكلم عن تمكين، إحنا اليوم عدينا مرحلة التمكين واليوم بنتكلم عن التوازن أيضا بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والمزايا على مستوى الدولة. دخلت كثير من القطاعات، اليوم المرأة موجودة في كل القطاعات العسكرية، اليوم المرأة أصبحت موجودة فيها. القطاعات الغير تقليدية اليوم المرأة أصبح لها حراك كبير حقيقة ودور مؤثر. حتى لما نجي نتكلم على مستوى الاقتصاد أو على مستوى السياسة أو على مستوى الثقافة، هنلاقي فعلا أصبح لها أدوار مميزة جدا وكسرت السقف الزجاجي وأصبحت اليوم طبعا بدعم من الدولة أصبحت اليوم تتولى مناصب قيادية غير مسبوقة. يعني إحنا ما فاضل لنا حقيقة غير أن المرأة تتولى الحقيبة الوزارية، أما جميع المناصب حقيقة تولتها المرأة وأصبحت اليوم تثبت وجودها فيها بشكل كبير. يعني اليوم المرأة السعودية حقيقة أنا أعتقد أنها مميزة جدا عن بقية المنافسينها في جميع العالم، لأنه اليوم هي أصبحت تتمتع بدعم غير مسبوق على كل المستويات في جميع القطاعات. نعم، كما ذكرت أنه اليوم تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة التوازن بوجود يعني المرأة في العديد من القطاعات. برأيك أبرز القطاعات اللي تواجد فيها المرأة اليوم في عهد الملك سلمان حفظه الله خلال الفترة الماضية، القطاعات الجديدة خاصة يعني إذا ما أخذنا بالاعتبار أنه يعني القطاع المالي تفوقت في القطاع المالي وصلت اليوم يعني إلى كبرى الشركات والبنوك الاستثمارية في المملكة؟ صحيح، يعني مو فقط اليوم المرأة موجودة في الإدارة، في الاقتصاد، في الصحة، في القطاعات المالية، موجودة في مناطق صنع القرار. اليوم في الجهات الحكومية أصبحت لا تخلو من وجود المرأة في القطاعات القيادية المهمة، أيضا في مصدر القرار. المشاريع الاستراتيجية للمملكة اليوم توجهت لها بشكل كبير. زي ما ذكرت يمكن كان من أصعب القطاعات اللي ممكن المرأة تدخل فيها القطاعات العسكرية، واليوم المرأة أصبحت موجودة وبقوة كمان في هذه القطاعات. اليوم المرأة كسرت حاجز الوجود التقليدي وتعدت إلى الوجود الابتكاري، ويمكن هذا اليوم المملكة اللي بتسعى لي إنه فعلا اليوم إحنا بنتكلم عن اقتصاد ابتكاري مختلف. رؤية المملكة اليوم بتدعم هذا التوجه، فبالتالي وجود المرأة لأنه المرأة بطبيعتها يمكن كمان ابتكارية وبطبيعتها دائما تسعى للتطوير والتنمية بشكل كبير ومبدعة، فاليوم وجودها أصبح جزء مهم من محور التغيير والعملية. نعم. الاستراتيجية لليوم المملكة حقيقة بتسعى لها بتغيير كافة الفكرة المجتمعي التقليدي. نعم، الدكتورة نوف الغامدي عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك.